السلام عليكم. ان شاء الله نحل مع بعض كده شيت 3 في مسائل الكليبر دي. حليتها في الفيديو بتاع الكليبر، ماشي؟ اللي هو هتلاقي اكسرسايز اون كليبر سيركت، ماشي؟ فخليك ماشي بالبلاي ليست كده زي ما هي، ونبدا كده ان شاء الله ايه في شيت 3. طيب بسم الله. كده بيقول لك ايه؟ كونسيدر هاف ويف ريكتفاير سيركت، ماشي، دايد ريفيرس في سكندري. بيقول لك الفي سكندري ساين ويف عادي، ملناش لازمه. البيك انفرس بتاعتها ب 15 فولت، ماشي. يبقى احنا الفي سكندري اول معلومه هتطلعها ب 15 فولت، ماشي. ليت الفي دايد اللي هي الفي جاما ب 7 من 10، سعه الكاباستور السي بتاعتنا ب 50 مايكرو فارات، الريزيستر المحطوطه عندنا ب 6 كيلو. عايزين البيك انفرس فاليو. احنا قلنا ايه؟ بنمشي سيستم ثابت، ملناش دعوه هو طالب ايه، احنا كده بنمشي السيستم بتاعنا، ماشي. اول حاجه هيبقى الفي نود ريكتفاير، هو مدينا الفي سكندري، فاحنا نقدر نجيب منها الفي نود ريكتفاير. نكتب القانون بتاع الهاف ويف اللي هو بيساوي الفي سكندري ناقص الفي جاما، ماشي، اللي هو بتساوي 15 هنقص منها 0.7 هتساوي 14.3 فولت، ماشي. الخطوة اللي بعدها في كاباستور ولا مفيش كاباستور؟ في كاباستور، يبقى نجيب في ريبل بيك تو بيك هتساوي في نود ريكتفاير على ال دي هاف ويف، يبقى اف نود ار في السي هتساوي كلام كتير هنا وكلام كتير هنا، هو بنتا هيطلع الناتج معاك 0.953 فولت. الاف عندنا اهي بكام؟ انا افتكرت السؤال ده مش مديك بالتردد، بس انا عوضت ب 50، عوضت التردد ب 50 وايه وكملت المساله. يعني هحط ان الاف تساوي 50 هرتز، لانها لو جت في امتحان عمرها ما تجيلك من غير تردد كده. ممكن اعوض بالمجاهيل، يعني اخلي اف نود يبقى مقسوم هنا على اف نود، بس خليها 50 فولت احسن، ماشي، 50 هرتز احسن، لان لو جت في الامتحان هتجيلك كده. انا عملت كده عن نفسي. في دي سي هتساوي ايه؟ في نود ريكتفاير ناقص نص في ريبل فاكتور، في ريبل بيك تو بيك، ماشي، في نود ريكتفاير ناقص نص الفي ريبل بيك تو بيك. القوانين بتاعنا لازم تكون حافظها، لازم، انا رصيتهم لك كليستة كده، قانون قانون، وتبدا تعوض فيهم على طول. يعني موضوع سيستماتيك قوي، ماشي. هتعوض بالارقام بتاعتك، هيطلع لك 13.82 فولت، ماشي. الفي دي سي، الفي نود ريكتفاير ب 15، الفي ريبل بيك تو بيك ب 0.9، تعوض يطلع معاك الناتج اهو، ماشي. هنجيب الريبل فاكتور هيساوي ايه؟ الريبل فاكتور بيساوي في ريبل بيك تو بيك على ال في دي سي او اللي هي الفي افريج، هيساوي ايه؟ هتعوض بال في ريبل بيك تو بيك ب 0.9 على الفي دي سي اللي هي 13 بوينت كذا. لازم الرقم يطلع معاك اقل من الواحد، ماشي، عشان تبقى عارف. يعني عشان لو طلع معاك اكبر من الواحد يبقى عيد المساله من جديد. 6 8، ماشي، ملهوش وحدات طبعا. بيك انفرس فاليو القانون بتاعها بيقول ايه؟ بيقول لك في نود ريكتفاير، عشان احنا هاف ويف، ماشي، بلس الفي جاما اللي هو هيساوي 15 فولت. موضوع سهل. المسائل بتاعتنا اللي بتتكلم عن الهاف ويف والبريدج والسنتر تاب كلهم سيستماتيك، بتمشيهم سيستماتيك. بص حتى المساله اللي بعدها اهو. طب نقرا المساله مع بعض كده. بيقول لك فول ويف، يبقى انت فول ويف دي يا سنتر تاب يا بريدج، ماشي. ريكتفاير سيركت ويز 1 كيلو اوم اللود بتاعنا، الار بتاعتنا اهي، ماشي، operates from 220 فولت ار ام اس. يعني ال في انبوت بتاعنا ال ار ام اس ب 220 فولت، يبقى هنضربها في جذر 2 عشان نجيب ال في انبوت بيك، ماشي. وبيقول لك 60 هرتز التردد بتاعنا. بيقول لك ثرو الانات بتاعتنا، ستيب داون ستيب داون ستيب داون، ماشي، يعني اللفات بتاعت الملف الاولاني اكبر من الملف الثاني. طب نقولها ازاي؟ يعني ان 2 على ان 1 هتساوي 1/10. هو حتى بيقول لك ستيب داون. بص هوضحها لك وانت في القانون، هقول لك اهي ستيب داون معناها ايه، هفهمها لك.
ماشي هاف سنجل سكندري ماشي. يبقى احنا طالما اللفات بتاعتنا ما قالكش ان احنا لفات في مش احنا مثلا في السنتر تاب كنا بنلف اول مجموعة لفات مثلا مع عقارب الساعة وبعد كده بنحط ارضي وبعد كده انهم عاملين عكس عقارب الساعة، فهو قالك لا احنا هنا سنجل فاحنا هنا كده بريدج، فاهمني؟ ماشي. هو حتى بيأكد عليك بيقولك مستخدمين فور دايودز، لو تفتكر بتاعت البريدج كانت بيبقى رسمتها عاملة كده، بيبقى هنا دايد وهنا دايد هنا دايد هنا دايد لو تفتكر يعني. طيب احنا ممكن على فكرة احلها عمياني من غير ما اقرا اصلا السؤال، بس انا بقرا معاك وخلاص. الفولتج دروب الفي جاما بتاعتنا ب 0.7، عايز البيك فاليو اكروس ذا لود، عايز مديك سعة المكثف السي بتاعتنا ديترماين ريبل فاكتور فور لود ريزيستنت، مدينا قيمة المقاومة مرتين، معرفش ليه مديها لنا مرتين بصراحة. ماشي، أول خطوة بنجيبها سيستماتيك، ماشيين سيستماتيك، في انبوت بيك هيساوي في انبوت ار ام اس مضروب في جذر 2، الكلام ده بيساوي ايه؟ 220 فولت اللي هو مديها لنا جذر 2، جذر 2 معرفش 2 اتعقدت مني كده ليه. طيب بعد كده ايه الفي سكندري، نكتب القانون بتاعها ان 2 على ان 1 في الفي انبوت بيك. هو بيقول لك ايه؟ ستيب داون، ستيب داون يعني بتقلل الجهد. طب انت محتار هي 10 على 1 ولا 1 على 10؟ اضرب الفي انبوت في 1 على 10 يبقى هي كده فعلا الفي سكندري هتبقى اقل من الفي انبوت، ماشي؟ طب ضربتها في 10 على 1 يعني انت كانك ضربت دي في 10، فانت الفي سكندري بقت اكبر اساسا، فهو بيقول لك لا ده هي ستيب داون يبقى انت 1 على 10، هو بياكد لك معلومتك ماشي. هتساوي 1 على 10 مضروب في الفي انبوت بتاعنا ب 220 جذر 2 هيساوي الكلام ده 22 جذر 2. الخطوه اللي بعدها بتجيب البي نود ريكتيفاير، هتساوي احنا في ايه بريدج، يبقى في سكندري ناقص 2 الفي جاما اللي هو هيساوي الفي سكندري بتاعنا اهو 220 جذر 2 ناقص 2 في ال 0.7 يعني ناقص 1.4، يطلع معانا الناتج 29.7 فولت. دي الفي نود ريكتيفاير. في كاباستور ولا مفيش كاباستور؟ في كاباستور، يبقى في ريبل فاكتور، في كاباستور يبقى في ريبل فاكتور، ماشي؟ هنجيب الفي ريبل بيك تو بيك، وبعد كده هنجيب الفي دي سي، وبعد كده هنجيب ايه؟ الريبل فاكتور، بنقسم ده على ده. طيب الفي ريبل بيك تو بيك بيساوي ايه؟ في ريبل بيك تو بيك بيساوي في نود ريكتيفاير على 2 اف نود ليه 2؟ عشان احنا هنا فولو ويف، فاكرين في الار في السي بتساوي القوانين ممتازه، اقسم بالله القوانين اللي كان باشمهندس سامح اللي كاتبها وانا لخصتها لك باسلوب يعني بتاعي اللي هو في كاباستور ومفيش كاباستور مش عارف ايه. طيب فربنا يبارك له يعني باشمهندس سامح ويوفقه، يعني هو سافر وسابنا خلاص. ماشي 0.9 فولت في ريبل بيك تو بيك، ماشي. الفي دي سي طلعت بكام عندنا؟ الفي دي سي القانون بتاعها بتساوي الفي افريج، عشان هو ممكن يقول لك مثلا احسب لي الفي افريج فانت تبقى عارف، ماشي. هتساوي في نود ريكتيفاير ناقص نص في ريبل بيك تو بيك. القوانين طبعا لازم تكون حافظها، هيطلع معانا الناتج بكام؟ 26.74 فولت. الفي نود ريكتيفاير مطلعينها اهي 29 ناقص نص الفي ريبل بيك تو بيك اللي هي بخمسة نصها بقى، ماشي. طيب الريبل فاكتور هيساوي ايه؟ في ريبل بيك تو بيك على الفي دي سي هيساوي ايه؟ اقسم ده على ده، لازم القيمه تطلع اقل من واحد، ما بيبقاش ليها اسم نسميها يونتليس، ماشي. بعد كده نحسب البيك انفرس فاليو، ويبقى احنا كده جبنا له مطالب من غير ما نقرا اساسا هو عايز ايه، فاهمني؟ والمسائل اللي جايه احسن من دول، دول انت بتمشيهم سيستماتيك ممكن تمشيهم لوحدك يعني. البيك انفرس فاليو بتساوي في نود ريكتيفاير بلس الفي جاما، يعني هتساوي 30.412 فولت. تمام، مش على بعده. طيب الاسئله اللي هي من 3 و4
وكام رقم كام مش فاكر، كانت 8 تقريبا، دول كلهم في الفيديو اللي هو بتاع الكليبر. ماشي، خش على البلاي ليست وامشي بالترتيب بتاعها. طيب البلاي ليست اسمها ايه؟ الكترونكس تقريبا. اه اسمها الكترونكس. طيب نقول ايه؟ اه ماشي، هنا بيقول لك فاين زينر تايم. ماشي ماشي، بيقول لك الار زد بتاعتنا بزيرو. طيب اول حاجه بنعمل ايه عشان نجيب؟ هو عايز الكرنت، ماشي، التوتال كرنت بتاعنا. طيب اول حاجه نرسم الدايره المكافئه. الدايره المكافئه بتاعتنا هنا 50 فولت، وادي زينر دايود متوصل ريفيرس، يبقى نقارن الجهد ده بالجهد ده. الجهد بتاعنا هنا 50، هيقدر انه يغلب ال 30؟ اه، يعملها بريك داون. بريك داون الدايره المكافئه بتاعتنا كانت ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كنا بنقول ار زينر اللي هي الار سمول، هو قايل لك بزيرو، يبقى ما فيش ار زينر. وبطاريه، بطاريه بتزق عكس المصدر، طول عمرك البطاريه بتزق عكس المصدر. ماشي، هتشيل الدايود هتحط بطاريه، يبقى البطاريه دي بتزق عكس المصدر ايا كان قيمتها بكام. ماشي، 2 كيلو هم. وادي هنا الفي زينر بكام؟ ب 30 فولت، هنشيله ونحط بطاريه. والار سمول بتاعتنا بزيرو، ممكن ما يكوناش نكتبها عادي. وادي 50 فولت، يبقى دي الاي توتال هيساوي ايه؟ مجموع الجهود المجموع الجبري على مجموع المقاومات، يبقى دي 50 ناقص 30 فولت على قيمه المقاومه اللي هي 2 كيلو، يطلع لنا 10 ملي امبير. ماشي، ملي عشان احنا ايه دخلنا المقاومات بالكيلو. طيب هو برضو عايز التوتال كارنت بتاعتنا، ومدينا زينر دايد الار زينر بتاعته بزيرو، ومدينا حالتين الار الاولانيه ب 30 والار الثانيه ب 4. ماشي، طيب اول حاجه بنرسم الدايره المكافئه، هل ال 50 هتقدر تخلي ده بريك داون؟ ما هو متوصل الدايت بتاعنا زينر ومتوصل ريفيرس، متوصل ريفيرس اهو، فهيقدر ان يخليه بريك داون ولا لا؟ ال 50 اكبر من 30، يبقى تقدر تعمله بريك داون. يبقى دي هنا 50 فولت، وادي هنا ال 2 كيلو. الزينر دايد الدايره المكافئه بتاعته ايه؟ بطاريه ومقاومه قيمتها بزيرو، فمش هنكتبها. البطاريه بتاعتنا قيمتها 30 فولت، وبعد كده بيقول لك في هنا ار قيمتها متغيره، خليها ار مثلا دلوقتي اهو. نحسب الحاله العامه، مساله كده ليها كذا حل ممكن تشتغلها. كي في ال، تحط مره هنا الار ب 30 وتشتغل 2 لوب. تمام، كنا وقفنا بنقول هناخد 2 لوب، تقدر تحلها كده كي في ال، بس هتبقى الحل طويل. انا بالنسبه لي افضل حل ان انا اجيب الاي توتال بقيمته بكام. ليه؟ لان عارفين اخره جهده كام واوله جهده كام بطريقه النود يعني. ماشي، وهوريك ازاي دلوقتي، ده الطريقه اللي هحل بيها. وبعد ما اجيب الاي توتال هشوف كام داخل في المقاومه، لان احنا عندنا الفي على المقاومه بكام اللي هي ب 30، وقيمه المقاومه عندنا، فهنعرف قيمه التيار اللي داخل هنا، ويبقى نطرح ده من الاي توتال نعرف الاي زينر بكام. طيب الاي توتال بيساوي ايه؟ الاي توتال بيساوي الفي اللي جاي منها اللي هي ال 50 ناقص الفي اللي هو رايح لها اللي هي ب 30 على قيمه المقاومه اللي هي 2 كيلو، هتساوي ايه؟ 10 ملي امبير. ماشي، طيب كده جبنا الاي توتال. ناخد بقى الحاله ايه؟ الحاله ايه؟ كان في مقاومه بالنسبه لنا هنا 30، يبقى الاي ار هتساوي ايه؟ قيمه الجهد اللي عليها اللي هو ب 30 على قيمه المقاومه اللي هي 30، هيطلع لنا 30 كيلو، يبقى تطلع لنا 1 ملي امبير. يبقى يتفضل لنا في الاي زينر كام؟ الاي زينر بيساوي الاي توتال ناقص الاي ار، ما هو التيار هيجي يمشي هنا يتفرع هنا وهنا، فيبقى الاي اللي ماشيه في الزينر بتساوي الاي توتال ناقص اللي مشيت في الار، هيساوي 9 ملي امبير. في الحاله بي احنا جبنا الاي توتال كي كده نفس الاي توتال، ماشي، مش هتتغير. ليه؟ لان الجهد هنا والجهد هنا انت عارفه، انت عارف اول البطاريه اهو جهدها ب 50، الدوت دي جهدها ب 30، والدوت دي جهدها ب 50. والطريقه دي احنا عرفناها منين؟ من دايره الريجوليتور، في الفيديو بتاع الريجوليتور قلت الحته دي. ماشي، دي طريقه جديده يعني انا ما كنتش عارفها بصراحه، اول مره استخدمها في الالكترونكس هنا. طيب الاي اور في الحاله الثانيه هتساوي ايه؟ قيمة الجهد اللي هو ب 30 على قيمة المقاومة اللي هي ب 4 كيلو، هيطلع لنا قيمة التيار ب ثانية واحدة
ب 7.5 ملي امبير. طب يبقى الاي زينر بتساوي 2.5 ملي امبير، ماشي؟ ما هي الاي توتال ناقص الاي ار بتاعتنا اللي احنا جبناها. الموضوع ما فيش اسهل منه بصراحة، موضوع سهل وجميل ما شاء الله. يعني طول ما انت عارف الدوائر المكافئة بتاعت الزينر، بتاعت الزينر دايود، بتاعت الدايود العادي في حالة انه فورورد، في حالة انه ريفرس، في حالة ان البريك داون، فاهمني؟ فانت عارف كل حالة التيار بتاعتك بكام، فانت زي الفل كده، ماشي؟ طيب الدايرة دي انا مش عايز احلها بصراحة لان مش فاهم السؤال. هو هنا بص اقرا السؤال، قريته. الار دي قصده لما الفولت عليها بسبعة ونص، ولا قصده لما الجهد ده نشيله ونحله بسبعة ونص، نخليه سبعة ونص، فاهمني؟ فانا مش عارف بصراحة. المعيدة حلها بناء ان الجهد هنا هنشيلناه وخليناه 7.5، ماشي؟ فانا مش عايز احله، يعني هو موضوع بسيط. انت شوف بس هي المسألة محتاجة تتحل بأني طريقة او المطلوب منها ازاي وتحلها. موضوع سهل يعني، نفس دول بالظبط. يعني نخش على حاجة اهم بقى. طيب بص معايا كده، المسألة دي حلوة يعني فيها تكة حلوة كده، ماشي؟ بيقول لك فول ويف ريكتفاير برودكت 60 فولت افريج اوت بوت. ده مين؟ مين الافريج اوت بوت؟ افريج ماشي، هو الفي، بس في ايه؟ افريج ماشي. اوت بوت، اوت بوت يعني اللي هي الفي نوت، ما هو اوت بوت، ماشي؟ يعني هو مديك القيمة الاوت بوت بس مديها لك افريج، انت بتبقى عايزها ايه؟ بيك، صح ولا انا غلطان؟ ما لقطتهاش. هقرا المساله بس اكملها وهعيدها تاني. فول ويف ريكتفاير برودكت 60 فولت افريج اوت بوت فولتج فروم 60 هرتز اي سي، 60 هرتز من الاي سي سورس، يعني مديك التردد اللي هو بتاع الاي سي. ما هو هو نفس التردد لان احنا فول ويف، ماشي؟ لا معلش، يبقى 2 التردد لان احنا فول ويف، يبقى 2 التردد. طيب اف 50 مايكرو فاراد فلتر كاباستور از يوزد تو ديترماين ذا ريبل فاكتور فروم ا لود ريزيستنس اوف 600 اوم. طيب احنا عرفنا ان احنا في فول ويف. طيب فول ويف سنتر تاب ولا بريدج؟ ما قالكش. ليه بقى ما قالكش؟ لان انت اصلا نفس القوانين مش هتتغير. بص انت هتبدا من هنا، من الجزئيه من هنا اهو، من اول هنا، وهتنزل بقية الرأس لحد هنا اهو، لحد هنا. الاتنين متطابقين مع بعض في نفس القيمة. ليه؟ لان هو كده اصلا مديك الفي نوت ريكتفاير بس مديها لك قيمة افريج، انت بتبقى عايزها بيك. وهي دي التركية الوحيدة في المسألة يعني، ماشي؟ طب المسألة تحل ازاي؟ هو مديك الفي نوت ريكتفاير بس افريج، ماشي؟ طيب كان في قانون بيربط عندنا ما بين القيمه الافريج والقيمه الريبل او اللي هي القيمه الماكسيمم، ريبل فاكتور ال، معلش قيمه البيك، انا بقول ريبل ليه؟ معلش معلش انا اسف، نقولها تاني اهو. في قانون بيفرض بيربط ما بين القيمه الافريج، ماشي، وبين القيمه الماكسيمم. الماكسيمم دي هي هيها بالظبط بالظبط، ماكسيمم دي على بوي. ده القانون اللي بيربط ما بين الافريج والماكسيمم من ثانويه عامه، من السيركت الترم اللي فات ده، كل حاجه ماشي. الفي افريج بتساوي 2 على باي الفي ماكسيمم، يبقى انت تقدر تجيب الماكسيمم. الماكسيمم هنا بالنسبه لنا هي هيها البيك، احنا بس في الالكترونكس بنقولها بيك ما بنقولهاش ماكسيمم، ماشي؟ هي هي بالظبط. طيب يبقى احنا كده هنجيب الفي ماكسيمم اللي هي بالنسبه لنا ايه؟ الفي ماكسيمم هنا هي بالنسبة لنا الفي نود ريكتفاير. يبقى احنا كده بدأنا بالخطوة دي، بقينا في الستيب دي، خلصنا جبنا الفي نود ريكتفاير، نقدر نكمل بقية القوانين. اللي هو بنقول ايه؟ هنقول الفي نود ريكتفاير طلعت مثلا بقيمة مثلا وليكن كذا اكس، ماشي؟ هنخش بقى في القوانين، نكمل بقية الرصة بتاعتنا. في كاباستور، في كاباستور، يبقى الفي ريبل بيك تو بيك هتساوي في نود ريكتفاير على 2 الاف نود. ليه 2؟ عشان فول ويف، ماشي؟ في الار، في ال، في السي. الفي دي سي بتاعتنا بتساوي ايه؟ الفي نود ريكتفاير ناقص نص الفي ريبل بيك تو بيك. بعد كده نجيب له الريبل فاكتور اللي هو عايزه، هنقسم الفي ريبل بيك تو بيك على الفي دي سي،
يبقى احنا كده جبنا له الريبل فاكتور. يبقى كل التركايه فين؟ هي في الحته دي. هو مديك الفي نود ريكتيفاير بس مديلك قيمه افريج، فانت عايزها قيمه بيك اللي هي معناها ماكسيمم. ماكسيمم هي بيك. في واحد كان بيسالني قبل الميدتيرم مفكر ان انا القانون ده استخدمناه واحنا في كاباستور. بص اهو احنا قلنا ايه، لما بيبقى فيه كاباستور بنستخدم الرصة دي، مفيش كاباستور بنقول له الفي دي سي او الفي افريج بتساوي 2 في نود ريكتيفاير على الباي. هو بالصدفة الغريبة ان القانونين طلعوا شبه بعض، يعني القانون ده شبه ده، بس مش معنى كده ان هو هو. فاهم قصدي ايه؟ تشابه قوانين بس، يعني فاهم قصدي ايه؟ يعني الفي افريج القانون اللي بيربط ما بينها وبين الماكسيمم هو ده، ده القانون اللي بيربط ما بين الافريج والماكسيمم. فانت خدت القيمة اللي هي الافريج وخليتها ماكسيمم اللي هي بيك، فاهمني؟ وبعد كده كملت بقيت المسألة عادي خالص، موضوع سهل يعني ما فيهوش اي لخبطة. انا اسف لو انا لخبطتك بس هو موضوع سهل اساسا، لو انا ما كنتش عملت ستريس عليها ما كنتش هتحس ان في مشكلة اصلا فيها. طيب اخر مسألة معانا ومسألة حلوة وجميلة، بيقول لك فور فولتج ريجوليتور شون ان فيك بلو الدايره دي دايره ريجوليتور، يبقى لازم ده يحصل له بريك داون، ونتشيك الخطوه دي واحنا بنحل. ماشي، الفي زينر ب 30 فولت، يبقى دي 30 فولت هنا. الفي انبوت بيتراوح من كام لكام؟ في انبوت بتاعنا، لا ده في انبوت كونستانت، قال لك ان هو ب 150 وكونستانت، احنا في دايره ريجوليتور الريجوليتور. ماشي، يا اما الفي انبوت بيبقى كونستانت يا اما اللود الار بتاعته بتبقى كونستانت. ماشي، في كلمه كده عايز اقولها بسرعه بس لما اخلص بس المساله دي، في حكايه الايه الريجوليتور دي هتبسط معاك الموضوع قوي، يعني عشان حسيت ان في ناس عندها مشكله فيه. الفي انبوت ب 150، الار لود الار لا مش لود الار اللي هنا ب 600 اوم، الار زينر ب 0 عشان احنا بنشيله بنحط قيمه بطاريه وبنحط ار زينر. ماشي، الاي زينر كي اللي هي القيمه اقل قيمه بتمر في ال في الزينر دايت، واقصى قيمه اللي هي الماكسيمم ب 90 ملي امبير، يبقى اقصى قيمه هو بيدخل اقل قيمه تيار في وضع ان هو معمول له بريك داون هي القيمه دي، واقصى قيمه للتيار بتمر فيه في حاله ان هو بريك داون 90. طيب قبل القيمه دي، قبل ما التيار ده اقل من القيمه دي يعني مش هيكون عامل له بريك داون اساسا، واكبر من القيمه دي هتحرقه، مش هيستحمل الباور اللي هيبقى عليه فهيتحرق. ماشي، يبقى دي القيمه مينيمم ودي القيمه ماكسيمم ديترماين. الكومتين اللي بينهم نقدر ان احنا نخلي ده بريك داون، ويقدر يعني اللي يقدر ان ده يفضل بريك داون، ما هو ايه ده بيصرف التيار الزياده، ما انا صح الريجوليتور ده معناه زي ما قلت لكم قبل كده الفتحه اللي في البانيو من فوق، لو الميه زادت عن كذا لا اعدي بقى الميه دي واديها في الصرف، فاهمني؟ فاحنا هنا اقل قيمه بتخش له كذا واقصى قيمه بتخش له كذا، فلو انت خليت قيمه المقاومه دي كبيره بزياده قوي بزياده قوي مش هتدخل تيار هنا، فالتيار كله هيمر هنا، فممكن ممكن يعدي القيمه دي. فهو بيقول لك بقى ايه، احسب لي المقاومه من كذا لكذا، الزينر دايت ده جميل ومناسب ليها. طيب وعايز الماكسيمم باور ديسيبيتد هنشوفه بقى في اللود ماكسيمم وفي الزينر ماكسيمم. طيب اول حاجه في دايره ريجوليتور بنعمل ايه، الاي توتال علاقتها ايه بالاي 1 والاي 2، دي اول خطوه في مساله الريجوليتور. بنقول الاي توتال، احسب لي الاي توتال، الاي توتال بتساوي ايه، ادي هنا بطاريه قيمتها 30 فولت، وادي هنا الفي انبوت بتاعنا ب 150، الفي اللي جاي منها اللي هي 150، ما احنا التيار ماشي كده، القيمه اللي جاي منها ناقص القيمه اللي رايحين لها 30 على قيمه المقاومه اللي هي 600. ماشي، 600 اهي، يبقى الاي توتال بتاعتنا طلعت ب 2.2 امبير. طيب بص بص بص، عموما من غير المساله دي يعني سيبك من المساله دي، انا بكلمك عموما، الريجوليتور ليه حالتين، يا اما الجهد ثابت يا اما الجهد متغير. ماشي، والمقاومه العكس معاه، لو ده ثابت يبقى دي متغيره، لو دي متغيره يبقى ده ثابت. فاهم قصدي ايه؟ طيب بنحل المساله ازاي؟ اول حاجه لو ده جهده ثابت يبقى هيطلع اي توتال ثابت،
ما هو مطلع اي توتال قيمه ثابته ماشي. طيب لو ده قيمته ثابته هتطلع اي توتال ثابته، هيجي الاي توتال تتقسم هنا وهنا، مديك اقل قيمه هنا، لما هنا يمر اقل قيمه يبقى هنا بيمر اكبر قيمه ماشي. طيب هنا بيمر اكبر قيمه يبقى هنا اقل قيمه، ليه؟ لان الاي توتال ثابته. يبقى احنا كده خدنا الحاله الاولانيه للريجوليتور ماشي. طب الحاله الثانيه ان ده متغير، الجهد بتاعنا متغير والمقاومه ثابته. طيب الجهد بتاعنا متغير يبقى هيطلع تيار متغير، اي توتال هتبقى متغيره. طيب اللود بتاعنا، اللود بتاعنا كده كده الجهد اللي عليه كونستانت والار بتاعته كونستانت، يبقى التيار اللي هيخش له كونستانت. يبقى لو الاي توتال ماكسيمم هتدخل لنا في الزينر دايد اي ماكسيمم، لو مينيمم هتدخل لنا اي مينيمم. كده انت معاك المفتاح لاي مساله ريجوليتور. الكلمتين دول عيدهم تاني، ارجع كده ماشي وعيد الكلمتين دول هتفهمهم كويس. يبقى انت كده فهمت اي مساله ريجوليتور، يا اما ده ثابت او متغير، وده يكون العكس معاه. لو ده ثابت يبقى ده متغير، لو ده متغير يبقى ده ثابت. فهمتني؟ نكمل حل المساله. احنا هنا في انهي حاله؟ في حاله ان ده ثابت وده اللي متغير. ده ثابت يبقى هيطلع اي توتال ثابت، اي توتال ثابت. طيب الاي لود هيساوي ايه؟ الاي لود عايزين مثلا نجيب القيمه الماكسيمم، نجيب الماكسيمم الاول مثلا. الاي لود امتى يمر فيه ماكسيمم؟ لما ده يبقى مينيمم، لما يبقى الاي توتال ناقص الاي زينر مينيمم. تمام ولا مش تمام؟ بص الاي توتال كده كده ثابته، ليه؟ لان الجهد هنا ثابت ماشي، الجهد هنا ثابت مطلع لنا اي توتال ثابت. امتى يبقى الاي لود ماكسيمم؟ لما ده يبقى مينيمم. تمام 0.2 ناقص ال 190، لا لا معلش، الاي زينر ماكسيمم ب 10 اهو ماشي. الكي دي معناها اللي هي بتاعت ركبه كده، مش فاكر كان الدكتور قال ركبه ولا قال ايه، معناها مينيمم ماشي، اللي هي اقل قيمه في الكيرف. ما هو الكيرف يبقى شكله عامل كده اهو ماشي، 10 في 10 سالب 3 عشان قال لك ايه ملي امبر ماشي، يبقى 0.19 امبر ماشي. طب الاي مينيمم بتاعت اللود هتساوي ايه؟ الاي توتال ماشي نفس الكلام، هيبقى الاي توتال ناقص الاي زينر، لو هنا مينيمم يبقى هنا ماكسيمم ماشي. طيب الكلام ده بيساوي ايه؟ هيبقى 0.2 ناقص 190 ملي امبير، هيطلع معانا الناتج 0.01 امبير ماشي. طب الار ماكسيمم كده، الار ماكسيمم هتحصل امتى؟ لما كده كده اصلا الار بتاعتنا الفي عليها ثابته، الفي عليها ثابته اللي هي الفي زينر. طب والاي بتاعتها متغيره، لو هنا ماكسيمم يبقى الاي هنا لازم تكون مينيمم، ما هي دي في المقام ماشي. وارجع للقوانين، لو انت مش ارجع للقوانين اللي كنت كاتبهم ماشي. هيبقى اقصى قيمه بتاعتنا 3000 اوم، لان 30 على الاي مينيمم اللي احنا جبناها اهي. طب الار الماكسيمم هتساوي في زينر على الاي، هنا ماكسيمم، معلش احنا عايزين بقى المينيمم، جبنا الماكسيمم مينيمم معلش عشان الاذان هيدن، انا مستعجل قوي والله، الاذان هيدن خلاص بتاع الفطار، كل سنه طيبين يعني. يبقى هنا ماكسيمم بتساوي فين بتاع الزفته دي، 157 اوم ماشي. طيب البي بتاع اللود امتى يبقى ماكسيمم؟ البي بتاع اللود كده كده مين ثابت؟ الجهد بتاعه ثابت، ممكن نقول الجهد ثابت ماشي، الجهد بتاعه اللي هو الاي زينر، الفي زينر قصدي ماشي. طب والاي بتاعتنا بتتغير، ماكسيمم ومينيمم، احنا عايزين ماكسيمم يبقى هنا ماكسيمم. بص خدها بمخك ماشي، اكتب القانون وبمخك، انت ممكن تجيبها بكذا طريقه على فكره، ممكن اي تربيع على ار، ممكن في تربيع على ار، فاهم؟ في تربيع ار، اتلخبطت انا مستربع معلش ماشي. هيبقى الفي زينر ب 30 مضروبه في الاي
بتاعة اللود ماكسيمم شوفها بكام، هيطلع الناتج معانا 5.7 واط. ماشي، البي زينر ماكسيمم بتاع الزينر امتى يبقى ماكسيمم؟ لما يمر فيه كده كده الجهد بتاع الزينر ثابت صح، والاي بتاعه متغير. امتى يبقى ماكسيمم؟ لما ده يبقى ماكسيمم. انت بتشوف مين ثابت ومين متغير وبتقدر تحسب بناء على كده. ماشي، هيطلع الناتج معانا 5.7 واط. تمام، ارجع للكلمتين اللي انا قلتهم اللي هو امتى ده ثابت ولا ده متغير، الكلمتين دول مهمين جدا. تمام، وكل سنة طيبين والسلام عليكم.